وللنقاش ينضم إلينا من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. أهلا ومرحبا بك دكتور قحطان. بداية، ما الذي استجد وأصبحت اتهامات التزوير للمفوضية تصل بها إلى هذا الحجم؟ حقيقة السؤال لم يكن واضح الصوت، ولكن أتوقع أن تسألني سألتني عن التزوير اللي حصلت للمفوضية. لماذا أصبح اتهام المفوضية بتزوير النتائج يعني كبير إلى هذه الدرجة دكتور قحطان؟ لأن الحقائق تشير إلى ذلك، الواقع الحالي يشير إلى أن التزوير واسع والدليل كثير، يعني ما أتانا من الخارج من أصوات أكثر هي من ما حجم المشاركة في بغداد الآن، لأن فيها ذات نسب المشاركة عالية جدا، في حين الواقع يقول عن ذلك في كركوك مشاكل كبرى. لعل موضوع كركوك ونقل طرابيق الاقتراع إلى بغداد للتأكد من هناك خلل كبير ما بين الفرز اليدوي والفرز الآلي، إذا هناك تزوير وهناك تدخل واضح وكبير. وإذا ثبت الفرق الحقيقي بين الفرز الآلي والفرز اليدوي في كركوك، يعني أن جميع قاعدات الفرز التي اعتمدت في العراق كلها تحتاج مراجعة. إذا هنا الخلل الكبير في هذه المسألة وفي هذا الموضوع. طيب، هذا الخلل برأيك من يتحمل المسؤولية؟ لماذا لم تكن هنالك جهة رقابية تراقب عمل المفوضية؟ لماذا لم تكن هنالك جهة تحاسب المفوضية في جلب أجهزة غير كفؤة؟ أنا أتوقع لن تحدث هكذا جلسة لما حسب المفوضين، وإذا ما جيء بالمفوضين لمحاسبتهم لا يحق للبرلمان محاسبتهم، لأن أساسا هم أناس عينوا من قبل الأحزاب. هذه المشكلة التي كنا قد حذرنا منها أن عملية تكوين عملية مفوضية في الانتخابات من الأحزاب المتنفذة ستكون هناك خير كبير في الأداء، وهذا الذي حصل فعلا. إذا لا نتوقع سيتم استقدام أو مساعدة المفوضين، وإذا ما سئلت لن تصل النتائج شيء بل إلى شيء مغلوق ومقطوع أيضا. لذلك حذرنا من الخطأ ووقعنا فيه، وسيدفع العراق الكثير الكثير. طيب، مع هذه الاتهامات والخروقات الكبيرة عوضا عن النسبة الضئيلة للمشاركة في الانتخابات، برأيك ألا تعتبر هذه الانتخابات بحساب المعدومة؟ هؤلاء الذين ادعوا انهم فائزون لم سحب. يعني خاصه الامر معطيات، اذا ما نحسبها بدقه ضمن المعطيات التي اعلنت رسميا من قبل المفوضيه، ان الحق تقول ان المشاركه لا تتجاوز 20% في احسن حالاتها. اذا اعتمدنا ال 11 مليون ناخب من اصل 24، واذا اعتمدنا النسبه 44% وقسمناها على 3 وجدنا ان 20% النسبة الحقيقية للمشاركة. هذا واحد. اثنين، نسبة القطع لهذه العملية السياسية هي مقاطعة العقوبة القادمة، وبالتالي الحكومة هي أساسا ليست حكومة أغلبية بقدر ما هي حكومة عناصر قليلة في العراق. إذا حتى الديمقراطية التي تصدقون فيها لم تطبق ولم تحكمت. إذا لو كان في رأسهم شيء من الوطنية اللازمة لازم أو لقد أخطأنا، ولكن أنا لا أتوقعهم لأنهم أساسا جاء بهم لكي يؤدوا واجب إقليمي في العراق. طيب، يعني وكالة رويترز عفوا أشارت إلى أن مهمة سليماني في العراق هي إيجاد تحالفات جديدة لتشكيل حكومة موالية لطهران، هذا ما قالته الوكالة. برأيكم كيف سيكون السيناريو؟ نعم، ليس غريبا هذا الحال، وكنا نتوقع، لان ايران مهتمه جدا في شان الانتخابات، بل ان الصراع الاتي الامريكي الروسي الذي يطرح من خلال ايران ترى ان العراق مع امريكا، وبالتالي لابد ان تتدخل، وهذا التدخل سياتي ستسعى الى محاوله رد الصدع ما بين المكون بين قوسين الشيعي لمحاوله اعاده الحنته تحت مسمياتها. فانها ستدعم
الطرق الاكثر اقرب لايران وهو مالكي والعامري حتى يكون كتله اقوى ويغرون الاخرين للانضمام اليهم. اذا ستكون ايران فاعله سواء بمجيء سليماني في هذه الايام او ستكون ايران بعيده عن المجلس العراقي نهائيا. نعم، أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطاني خفاجي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.